ومشاهدينا لإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر التيمز السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. أهلا بك سيد رائد، وبداية كيف تقيم محضر الاحتياطي الفيدرالي والانقسام الواضح إن صح التعبير بخصوص رفع الفائدة؟ تماما أستاذ حامد، نحن رأينا انقسام واضح داخل الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بنوايا الفيدرالي أو رغبته بتشديد أكثر في السياسة النقدية، ويبدو حتى الآن الكفة ترجح إلى أن تكون الأسعار الفائدة مرتفعة عند المستويات الحالية دون الحاجة إلى مزيد من الرفعات، ومعاملة البيانات الاقتصادية ك بوصلة للفيدرالي في القرارات القادمة، ولعل اليوم بيانات التضخم قد تكون أبرز هذه الأرقام التي ينظر إليها الفيدرالي بعناية قبل التوجه نحو رفع سعر الفائدة. توقعات تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة، ولكن أرض الواقع حتى الآن البيانات الاقتصادية تظهر ضررا كبيرا من المتوقع أن يحدث على معدلات النمو. رأينا قراءة منتجين أو مؤشر أسعار المنتجين والتي هي أحد قراءات التضخم ترتفع في قراءة يوم أمس، وتظهر بأنها يعني أعلى من التوقعات، وهذا يزكي نوعا ما أن يكون في عنا احتمالية مؤشر أسعار المستهلكين اليوم أن يأتي أيضا بقراءة مرتفعة، وهذا ما قد يعني يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ربما مرة إضافية في اجتماع نوفمبر. نعم، أيضا سيد رائد، يعني إذا ما تحدثنا أوروبيا رأينا البورصات ترتفع رغم تصريحات بوريس فويتس عضو المجلس المحافظي البنك المركزي الأوروبي بأن الوقت مبكر للغاية للإعلان إن صح التعبير الانتصار على معركة التصدي لمعدل التضخم. يعني أعتقد تماما المشكلة يعني عميقة فيما يتعلق بمستويات التضخم في المنطقة الأوروبية، والتي هي كانت مدفوعة بشكل كبير جدا بارتفاع أسعار الطاقة وأيضا الضرر المتأتي من النزاع الأوكراني الروسي. أعتقد العملية واضحة كانت في ما يتعلق بالمركز الأوروبي، ويعني قراراته الأخيرة كانت أنه آخر رفع كان في أسعار الفائدة، ومن الصعب جدا أن يكون هناك توجه إلى تشديد أكبر في السياسة النقدية، وبالتالي يجب أن يتفاعل التضخم بالاتجاه الهابط، وبالتالي رأينا بعض الإشارات الإيجابية، ولكن الموضوع نتحدث فيه عن الاستدامة أكثر، لا تزال مستويات التضخم بعيدة عن المستهدفات. نحن فوق مستويات 5.5% بما يتعلق بالقراءة الرئيسية لمستويات التضخم في المنطقة الأوروبية، وذلك بعيد عن مستهدفات 2% التي يستهدفها لقراءة التضخم. لذلك من المتوقع أن المركز الأوروبي أن يبقي على أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا لفترة قد تكون أطول من تلك التي قد يتبناها الفيدرالي الأمريكي على سبيل المثال. نعم، وسريعا إذا ما ذهبنا، كيف ترى تراجعات أسعار النفط في المقابل ارتفاع المعدن الأصفر الذهب؟ يعني حقيقة رأينا بعض التصحيح اليوم على أسعار الذهب بشكل طفيف بالاتجاه الهابط، ولكن التصحيح الأكبر كان بعودة أسعار النفط للهبوط التي كانت قد ارتفعت بشكل واضح نتيجة الأحداث التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، يعني سببت بشكل واضح ارتفاع في أسعار الطاقة. ولكن بعد قراءة يوم أمس لمخزونات النفط الأمريكية التي أظهرت ارتفاعا حقيقة بشكل واضح، هذا يعني أن الطلب قد ينخفض في الفترة المستقبلية، وهذا ما سبب هبوط واضح في أسعار النفط، وعودة الدولار الأمريكي للسيطرة بشكل أكبر أمام معظم نظرائه من العملات والسلع على وجه التحديد. رأينا كيف ضغط ذلك على أسعار النفط بالاتجاه الهابط، بينما الذهب يعني لا يزال متمسك ببعض الارتفاع السبب الرئيسي لأنه عانى من هبوط حاد جدا في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأعتقد الآن محاولة للتصحيح كبوجة يعني تصحيحية للبوجة الهابطة التي استمرت ثلاثة أسابيع والتي فقد فيها الذهب يعني في أسبوع واحد أكثر من $100. بالتالي شيء طبيعي أنه نشوف الذهب مستقر نسبيا عند مستويات مرتفعة قريبة من $1,900 أونصة. نعم، القطاعات إن صح إذا هناك بعض الوقت، إذا ما سألنا عن القطاعات التي تقود الأسواق وخلال المرحلة المقبلة ما أبرزها؟
يعني اعتقد شفنا رالي واضح في اسواق الاسهم الامريكيه خلال تعاملات يوم امس واليوم، وذلك يعني نظرا لاستيعاب الاسواق للتوترات الجيوسياسيه. يوجد حذر بعض الشيء فيما يتعلق ببيانات التضخم اليوم، ولكن قطاع التكنولوجيا لا يزال هو القائد نسبيا بين كل القراءات الاخرى، خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه، والدليل على ذلك البلو تشيب او الناسداك يعني متفوق فوق مستويات 15200 نقطة بشكل واضح وأداء ملفت خلال التعاملات هذا العام. سيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه المداخلة.